In lecture 4, we will discuss the descending tracts. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت المحاضرة التالتة على ال ascending tracts, and today we will discuss the descending tracts. اتفقنا descending tracts يعني motor tracts, يعني tracts taking the orders from the brain to the lower levels. هناخد كده مقدمة سريعة. هنعرف ان descending tracts يشملوا مجموعتين, حاجة اسمها pyramidal tract وحاجة اسمها extra pyramidal tracts. هناخد كده فكرة سريعة عن الفرق ما بين الاتنين وبعدين نتكلم عليهم بالتفصيل. لما اجي اتكلم على pyramidal tract, البراندل تراكت كأورجن من أين تبدأ؟ تبدأ من كورتيكال إرياز. كورتيكال إرياز يعني إيه؟ يعني إرياز in the cerebral cortex. بتبدأ البراندل تراكت من منطقتين في السيريبرال كورتكس, منطقة اسمها موتور إريا 4. احنا هنعرف بعد كده إن السيريبرال كورتكس ده مقسم إلى إرياز كتيرة قوية, هنعرفها بالتفصيل إن شاء الله. فالبريميدال تراكت بتبدأ من اريا في السيربر كورتكس اسمها موتور اريا 4 وايضا بري موتور اريا 8. طيب الاكسترا بريميدال تراكت هيبتدوا منين؟ الاكسترا بريميدال تراكت are widely distributed from cortical areas and subcortical areas. كل ما هو تحت السيربرال كورتكس بسميه subcortical area. يعني مثلا في منطقة اسمها بيزل جانجليا دي subcortical area, في البرين ستيم سب كورتيكال اريز, اي منطقه تحت مستوى السيريبرال كورتكس بسميها سب كورتيكال اريا. فالبراندل تراكت خرجت او ابتدت من كورتيكال اريز, لكن الاكسترا براندل تراكت هي وايدلي ديستريبيوتد, دي تراكتس كتيره قوي مختلفه خارجه من مناطق بعضها كورتيكال وبعضها سب كورتيكال. يعني مثلا في اللي بيبتدي من بري موتور اريا 6, اريا 6 دي موجوده في السيريبرال كورتكس يبقى دي كورتيكال اريا. في اللي بيبتدي من الكوربس ستراتم اللي هما بنسميهم بيزل جانجليا, دول موجودين سب كورتيكال. في اللي بيبتدي من سنترز تحت الثالاموس, لو ده الثالاموس سنترز تحت الثالاموس نسميها سب ثالاميك سنترز. في اللي بيبتدي من الريد نيوكليوس اللي موجوده في الميد برين او منطقه هنا في الميد برين اسمها سبستانشيا نيجرا, هنعرفها برضو بعد كده ان شاء الله. في اللي هيبتدي من نيوكليوس موجوده في المظله اسمها inferior oliver nucleus. إذن البراميدال تراكت كأورجن بدأت بالكامل من cortical areas اللي هي تشمل motor area 4 and premotor area 8, بينما الاكسترا pyramidal tracts بتبدأ من مناطق مختلفة لأن هي مختلفة. الاكسترا pyramidal tracts دول عدة tracts, في منهم اللي هيبتدي من cortical areas زي اللي هيبتدي من premotor area 6, في اللي هيبتدي من subcortical areas زي اللي هيبدأ من الكوربس تراتم أو البيزل جانجليا, في اللي هيبتدي من سب ثلاميك سنترز تحت الثلامس, في اللي هيبتدي من الريد نيوكليس أو سب سانشيا نيجرا إن ذا ميد برين, في اللي هيبتدي من انفيرير أوليفر نيوكليس إن ذا ميدل. طيب ده من حيث الأوريجن. لما نيجي نشوف الكورس, البراندل تراكت الأكسونز أو النيورونز اللي عاملاها هتبتدي من كورتيكال أريا وهتنزل كده, and it carry these neurons carry the impulses من السيربرال كورتكس. هيروح لفين؟ هيروح للانتيرير هورن سيلز اللي موجوده في الفنترال كولوم اوف ذا سباينال كورد. يعني في البيرامدال تراكت هو نيورون واحد يبتدي من عند الكورتيكال ارياز وينزل في اجزاء البرين ستيم المختلفه وينزل في السباينال كورد لغايه لما يوصل ويعمل سينابس في الانتيرير هورن سيلز بتاعه السباينال كورد اللي في الانتيرير هورن of the spinal cord without interruption. يعني هو نيورون واحد يبتدي من الكورتكس لغاية لما يعمل سينابس عند ال anterior horn cells of the spinal cord. In the extra pyramidal tracts many neurons, بقى مش one neuron هو اللي خد القصة من أول ما ابتدت لغاية لما وصلت, لا, many neurons carry impulses from the cortical and subcortical centers to the anterior horn cells. مش كده بنقول it is multi-synaptic أو multi-neuronal. يعني الاوردر اللي جاي من كورتيكال او سب كورتيكال اريا عشان يوصل للانتيرير هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد بيتشال بكذا نيورون وبيحصل كذا سينابس في السكه, عشان كده بنقول
ان ميني نيورونز كاري ذا امبلسز فروم ذا كورتيكال اند سب كورتيكال سنترز تو ذا اي اتش سيز. اي اتش سيز اللي هم الانتيرون سيلز، يعني بنقول ات از مالتي سينابتك، عديده النيورونز او مالتي نيورونال. فرق اخر ما بين البريمدال تراكت اند ذا اكسترا بريمدال تراكت ان البريمدال تراكت وهي نازله في المظله احنا عندنا دي اجزاء البرين ستيم ميد برين بونز مظله. البريمدال تراكت وهي نازله في المظله ذا بريمدال تراكت اوكيباز ذا بيراميد، يعني هتبقى نازله في المظله في منطقه محدده في المظله اسمها بيراميد، ومن هنا جت لقب بريمدال تراكت. ليه؟ لان التراكت دي وهي نازله في المظله مشيت في منطقه في المظله اسمها بيراميد. بينما الاكسترا بيراميدال تراكت ان ذا مظله ذا اكسترا بيراميدال تراكت دو نوت اوكيباي ذا بيراميد، عشان كده سميناهم ايه؟ اكسترا بيراميدال، يعني هم موجودين خارج البيراميد اثناء مرورهم في المظله. فرق اخر لما نيجي نشوف الكروسنج اوف ذيس تراكت بالنسبه للبيراميدال تراكت 80% of fibers cross to the opposite side in the medulla، يعني وهي واصله المظله لقينا 80% من الفايبرز بتاعت البيراميدال تراكت عملت كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد، بينما ال 20% اللي فاضلين نزلوا في السيم سايد لكن لما جم يعملوا سينابس في الانتيريور سيلز عملوا برضو كروسنج في السباينال كورد، يعني برضو في الاخر راحوا للاوبوزيت سايد. فلما باجي اتكلم على البيراميدال تراكت، البيراميدال تراكت لما نزلت في المظله 80% من الفايبرز بتاعها عملوا كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد من المظله، بينما ال 20% الفاضلين اللي نزلوا في السيم سايد هينزلوا في السيم سايد في المظله ويكملوا في السباينال كورد، لكن هييجوا عند الديفرنت سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد هيعملوا كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد وبرده هيعملوا سينابس في الانتيرون سيلز اوف ذا اوبوزيت سايد، بس ال 20% الفاضلين دول ما عملوش الكروسنج بتاعهم في المظله لكن عملوه ان ذا لوور سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد. طب اخبار الاكسترا بيراميدال تراكس ايه من حيث الكروسنج؟ سام اكسترا بيراميدال تراكس ار دايركت، يعني نزلوا في السيم سايد ما عملوش كروسنج، وايل اذرز ار كروست. كروسنج اوكرز ات ذا ليفل اوف ذا اوريجين اوف ذا اكسترا بيراميدال تراكت، يعني في منهم اللي نزل في السيم سايد في منهم اللي نزل للاوبوزيت سايد، وبيقولوا لنا ايه؟ ان الاكسترا بيراميدال تراكت بيعمل كروسنج، بيعمل كروسنج في المكان اللي ابتدى منه. يعني مثلا لو عندي هنا مثلا التراكت دي ابتدت من سنتر في الميد برين هتعمل كروسنج في الميد برين، يبقى لو الاكسترا بيراميدال تراكت بتعمل كروسنج بتعمل كروسنج من حيث بدات، ابتدت من الميد برين هتعمل كروسنج في الميد برين، ابتدت في المظله هتعمل كروسنج في المظله وهكذا. طيب هو ايه الفانكشن بتاع البيراميدال تراكت وايه الفانكشن بتاع الاكسترا بيراميدال تراكت؟ البيراميدال تراكت الفانكشن اون موفمنت ات از ريسبونسبل فور فاين الحركات الرقيقة isolated precise and specific movement، يعني نقدر نقول pyramidal tract مسؤولة عن skilled movement الحركات ذات المهارة ان انت تكتب بيها، تستخدم مثلا الاصابع، تعزف على آلة موسيقية، تمسك حاجة بطريقة كويسة. بينما الموفمنتس اللي بتقوم بالتحكم فيها الاكسترا pyramidal tract these are responsible for gross synergic movements requiring the activity of large groups of muscles. الاكسترا بيراميدال تراكس ليها دور بس مش مع السكيلد موفمنت، مش الحركات ذات المهاره، لكن الحركات الكبيره الضخمه اللي هو بيكون فيها جروب اوف ماسلز بيتحرك مع بعض، لارج جروب اوف ماسلز بيتحركوا مع بعض، يعني الحركات الكبيره بتاعه ترانك لكن مش الحركات ذات المهاره. برضو كفانكشن بنشوف تاثيره اون ذا ماسل تون. هو انا عايز اقول لكم ايه الماسل تون ده؟ الماسل تون ده فود انتوا تكونوا عارفينه من قبل كده. المسل تون ده سلايت كونتراكشن موجود في المسل اول ذا تايم، يعني العضله طول الوقت عامله سلايت كونتراكشن عن طريق مسل تون. لو التون ده زاد العضله تخشب، تبقى ريجيد، تبقى قويه، تبقى متخشبه، الحركه كده فيها سبازمات كده ومتخشبه. انما لو التون ده فقد العضله تبقى مرخرخه ومرتخيه جدا. البيراميدال تراكت شغله ايه على التون؟ it increases the tone and reflexes، يعني هي بتزود التون والرفلكسز. الرفلكس اللي هو ايه؟ اللي هو لما اجيب مثلا الشاكوش اللي بيستعمله دكتور الامراض العصبيه مثلا ويجي يخبط في مقدمه الركبه تلاقي الرجل اتنطرت، او ممكن نحطه على تندون مختلف فلما اخبط على التندون بالشاكوش ده
او بالهامر ده الاقي حصل ريفلكس كونتراكشن في المصل، دي اللي بنسميها ريفلكسز. فالبرامدل تراك تعتبر فاسيليتاتري، بتزود التون والريفلكسز. انما الاكسترا برامدل تراك، some tracks are facilitatory while others are inhibitory for tone and reflexes. فيهم اللي بيزود التون والريفلكسز وفيهم اللي بيهبط التون والريفلكسز. عشان كده هنلاقي الاكسترا برامدل تراك لانها عده تراكس فيها كل حاجه، فيها الكروست وفيها الانكروست، فيها الفاسيليتاتري وفيها الانهبيتوري وهكذا، بيبتدوا من مناطق مختلفه، لكن برامدل تراك محدده جدا. دي مقدمه عن الفروق ما بين البرامدل والاكسترا برامدل تراكس، لكن احنا هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل جدا حالا، ونبدا بالديسيندنج تراكس سبينال كورد برامدل تراك. ركزوا معايا بقى عشان البرامدل تراك هي اهم ما في هذه المحاضره. لما نيجي نتكلم على البرامدل تراك هتبتدي منين؟ خدوا بالكم، ده منظر، ده منظر سيريبرال كورتكس، هنا السيريبرال كورتكس، ده منظر الانترنال كابسول. لو تفتكروا قلت لكم الانترنال كابسول هي الجسر او المعبر اللي يا اما يطلعني للسيريبرال كورتكس او ينزلني من السيريبرال كورتكس. يعني لو انا طالع باسندنج تراك وعايز اروح للسيريبرال كورتكس هعدي في الانترنال كابسول. لو انا ديسندنج تراك ومبتديه من السيريبرال كورتكس وعايز انزل للبرين ستيم والسبينال كورد هعدي في الانترنال كابسول. وهذه الانترنال كابسول ليها انتيرير ليمب ذراع امامي وبوستيرير ليمب ذراع خلفي وجنو. جنو يعني ايه؟ جنو بالفرنسي يعني الركبه، الركبه اسمها جنو، فهي الكيرف. فهنا الانترنال كابسول، انتيرير ليمب، ذراع امامي، جنو، الكيرف ده، ثم بوستيرير ليمب. ده الميد برين وده البونس وهنا المدلة، وننزل بعد كده للسباينال كورد. طيب الاوريجين اوف ذا بيراميدال تراكت، البيراميدال تراكت هتبتدي من نيورونز ان ذا سيربرال كورتكس. طبعا طبعا بيراميدال تراكت دي نقدر نقول هي اللي بتتحكم في الموفمنتس اوف ذا بودي، موفمنتس اوف ذا ماسلز او كونتراكشن اوف ذا ماسلز، فهي بتبتدي من النيورونز ان ذا سيربرال كورتكس. منين بالظبط؟ The majority of fibers arise from the motor area 4 and premotor area 6. احنا قلناها قبل كده، ممكن نقول premotor area 6 و area 8، لكن هنقول هنا انها بتبتدي من area اسمها area 4 و premotor area 6. ده منظر cerebral hemisphere، هناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. في هنا area 4، المنطقة دي بنسميها area 4، ودي هي الموتور area الرئيسية، هي دي الاريا الاساسية المسؤولة عن التحكم في عضلات الجسم. قدامها اريا بنسميها اريا 6 او بريموتور اريا. طيب يبقى البرامدل تراكت هتبدا من نيورونز ان ذا سيربرال كورتكس. منين؟ النيورونز دي موجوده في اريا 4 اللي هي الموتور اريا الاساسيه، والبريموتور اريا اللي هي اريا 6. ماشي، ده الاوريجن. طيب البرامدل تراكت دي هتمشي ازاي؟ The axons of the neurons in the cerebral cortex descend. احنا طلعنا هون، لو دي مثلا احنا واخدين سيكشن هنا في السيربرال هيمسفير، لو دي الاريا اللي خدنا منها البدايه بتاعت البرامدال تراكت، الاكسونز بتاعت النيورونز اوف اريا 4 واريا 6 هينزلوا في السيربرال كورتكس. هينزلوا الاول في الكورونا رادياتا، احنا اتفقنا الكورونا رادياتا هي الوايت ماتر اوف ذا سيربرال هيمسفير، وبعدين هينزلوا في الانترنال كبسول. فين؟ انتيرير ليمب ولا بوستيرير ليمب؟ لا، هينزلوا في البوستيرير ليمب، بس مش كله، هينزلوا في الانتيرير 2/3 اوف ذا بوستيرير ليمب، يعني هيسيبوا البوستيرير 1/3 ده، هينزلوا في التلتين الامامين بتوع البوستيرير ليمب في الانترنال كبسول، ما نتلخبطش. هينزلوا في الانتيرير 2/3، التلتين الاماميين بتوع البوستيرير ليمب بتاع الانترنال كابسول. احنا قلنا دي الانترنال كابسول، انتيرير ليمب، جنو، بوستيرير ليمب. فالنيورونز بتاعت البرامدال تراكت هتنزل في البوستيرير ليمب، بس مش كله، ما نزلتش في التلت البوستيرير، نزلت في التلتين الاماميين، انتيرير 2/3 اوف بوستيرير ليمب اوف انترنال كابسول.
بعد ما نزلوا في انتيريور كبسولة ينزلوا للميد برين. فين في الميد برين؟ الميد برين ده ترانسفيرس سكشن، فيه ده الانتيريور بارت بتاعه. الانتيريور بارت اوف ذا ميد برين زي ما هناخده بعد كده ان شاء الله بنسميه بيزس بيدانكيولاي. الانتيريور بارت اوف ذا ميد برين ده بسميه بيزس بيدانكيولاي. فالبيراميدال تراكت نزلت في الانتيريور بارت اوف ذا ميد برين اللي بنسميه بيزس بيدانكيولاي. طب هل نزلت في كل البيزس بيدانكيولاي؟ طبعا انا برسم هنا عشان بس تبقى واضحه، يعني هنا او هنا. نزلت في البيزس بيدانكيولاي بس ثابت اللاترال 1/5، ثابت الخمس اللاترال وثابت الخمس الميديال، ونزلت في الثلاث اخماس المتوسطه. عشان كده بنقول ان البيراميدال تراكت descends in the middle 3/5 الثلاث اقماس المتوسطه of the basis pedunculi اللي هو الانتير بارت اوف ذا ميد برين، ولا نزلت في اللاترال 1/5 الخمس اللاترال، ولا نزلت في الميديال 1/5 الخمس الميديال. ماشي، خلصت رحلتها في الميد برين، هتنزل البونس. لما نزلت البونس لقينا ان البيراميدال تراكت تشتتت انتو سيبريت باندلز، في باندلز بقت مشتته بعدت عن بعض، ما نزلتش ككتله واحده. ليه؟ لان هي تنزل في الانتيرير بارت اوف ذا بونس اللي بنسميه بيزس بونتس. احنا قلنا الانتيرير بارت اوف ميد برين كان اسمه بيزس بيدانكيولاي، الانتيرير بارت اوف ذا بونس اسمه بيزس بونتس. لما نزلت البيراميدال تراكت في البيزس بونتس لقت في بونتاين نيوكلياي وفي فايبرز ماشيه بالعرض، فالفايبرز والنيوكلياي دول لقوا ان التراكت ما عرفتش تنزل كحزمه واحده بسبب النيوكلياي والفايبرز دي، فاضطرت انها تتشتت او تبقى سكاترد، اتبعترت، اتوزعت انتو سيبريت باندلز في البيز سبونتس بواسطه الترانسفيرس بونتاين فايبرز. قلنا الفايبرز اللي ماشيه بالعرض دي بدل ما تخليها حزمه واحده نازله قسمتها الى سيبريت باندلز. بعد ما خلصت رحلتها في البونس نزلت المظله، لما نزلت المظله اتجمعوا الفايبرز تاني، رجعوا حبايب تاني ورجعوا اتجمعوا في بندل واحده تاني. The fibers collect and form the pyramid of the medulla oblongata، نزلوا في المظله وعملوا البيراميد. هقول كمان البيراميدال تراكت بدات من السيريبرال كورتكس، من اريا مهمه جدا اسمها اريا 4 which is the motor area، قلنا اللي هي الاريا دي area 4 والاريا اللي قدامها اللي هي area 6 او البري موتور اريا. طيب وبعدين ال بيراميدال تراكت بتاعت من نيورونز بتاعت هذه الارياز، الاكسونز اوف ذيس نيورونز عملوا كروسنج في الكورونا راديات اللي هو الوايت ماتر اوف ذا سيريبرال هيمسفير. بعد كده نزلوا عدوا في المعبر او المخرج اللي يخرجوا من السيريبرال هيمسفير اللي هو الانترنال كبسول. مشيوا فين في الانترنال كبسول؟ مشيوا في البوستيرير ليمب كله؟ لا، الانتيرير 2/3 اوف ذا بوستيرير ليمب اوف ذا انترنال كبسول. خلصوا الانترنال كبسول نزلوا للميد برين، مشيوا فين في الميد برين؟ في الانتيرير بارت اوف ذا ميد برين اللي اسمه بيزس بيدانكيولاي. طب هل احتلوه كله؟ لا، ما نزلوش في اللاترال 1/5 وما نزلوش في الميديال 1/5، نزلوا في الانترميديت 3/5 او الميدل 3/5 الثلاث اخماس المتوسطه. خلصوا رحلتهم في الميد برين نزلوا للبونس، لما نزلوا للبونس لقوا في فايبرز ماشيه بالعرض كده اسمها ترانسفيرس سبونتاين فايبرز، فتشتتوا الى سيبريت باندلز. زي ما انتم شايفين كده بقوا باندلز مختلفه، مش كتله واحده زي هنا، بقوا سيبريت باندلز وهم نازلين في الانتيرير بارت اوف ذا بونس اللي بنسميه بيزس بونتس. ايه اللي شتتهم انتو باندلز؟ فايبرز ماشيه في البيزس بونتس بالعرض اسمها ترانسفيرس سبونتاين فايبرز. خلصوا رحلتهم في البونس نزلوا المظلة رجعوا اتجمعوا تاني واتعملوا بند الواحدة لوحديها سميناها بيراميد وهم نازلين في المظلة أوبلونجيت. ماشي، طيب بصوا بقى لما وصلنا للمظلة حدث هام جدا هيحصل، خليكم معايا. احنا نازلين في المظلة في البيراميد، لما جينا عند نهاية المظلة تقريبا لقينا ايه؟ 80% of the fibers in the lowermost part of the medulla هيعملوا crossing to the opposite side
وينزلوا في السباينال كورد in the opposite side. يبقى بصوا معايا وركزوا. بعد ما نزلت البرامدال تراك، طبعا دي البرامدال تراك اليمين ودي البرامدال تراك الشمال، انا عندي واحدة يمين واحدة شمال. فلو انت نمشي مع البرامدال تراك دي لما وصلت عند اللور موست بارت اوف ذا مضلة، عند نهاية المضلة قبل ما تنزل، بعد ما المضلة خلصت هتنزل على سباينال كورد، فعند اللور بارت اوف المضلة قبل ما تنزل سباينال كورد 80% of its fibers cross to the opposite side، وهينزلوا في الاوبوزيت سايد اوف ذا سباينال كورد على هيئة تراكت اسمها لاترال كورتيكو سباينال تراكت. لاترال كورتيكو سباينال تراكت. بينما ال 20% اللي عمل ما عملوش كروسنج هينزلوا في السيم سايد في السباينال كورد على هيئه انتيرير كورتيكو سباينال تراكت. ليه؟ لان اللي عملوا كروسنج نزلوا في اللاترال كولوم اوف ذا سباينال كورد فاسمهم لاترال كورتيكو سباينال، وال 20% اللي ما عملوش كروسنج نزلوا في الانتيرير كولوم اوف ذا سباينال كورد فيعملوا انتيرير كورتيكو سباينال. طبعا زي ما انتم شايفين 80% من دول عملوا كروسنج للاوبوزيت سايد و80% من دول عملوا كروسنج للاوبوزيت سايد. هذا الكروسنج اللي حصل للبيراميدال فايبرز اللي عندي هنا ده سميناه موتور ديكاسيشن. موتور ديكاسيشن احنا شفنا قبل كده واحنا بنتكلم على الجراسيل اند كونييت تراكتس، ان الاكسونز اوف جراسيل اند كونييت نيوكلياي عملوا كروسنج برضو في المظله، بس ده سميناه سنسري ديكاسيشن. هنا بنتقابل مع الموتور ديكاسيشن. فبنقول كده تاني 80% of the fibers cross in the lower most part of the medulla forming the motor decussation. الكروسنج ده والتقائه مع الكروسنج ده عمل لي motor decussation. Then they descend in the spinal cord as the lateral corticospinal tract اللي نزل في lateral column of the white matter of the spinal cord. The uncrossed fibers, the fibers اللي ما عملتش crossing, descend in the spinal cord على هيئة anterior corticospinal. The uncrossed corticospinal usually cross at the lower level. يعني حتى ال 20% اللي عملوش crossing لما يجوا يعملوا synapse في ال anterior cells برضو هيعملوا crossing لل opposite side، بس هيبقى فين؟ في different segments of spinal cord، لكن ما عملوش ال crossing بتاعهم مع الأغلبية في lower part of the middle. يعني ال 20% نزلوا في same side على adventure corticospinal، بس هما في الآخر لازم يعملوا synapse فين؟ في ال anterior cells. فنفترض الفايبرز دي نازله في شويه منهم يعملوا سينابس في الانتيرون سيلز بتاعت سي 1، فيعملوا كروسنج في سي 1 ويروح الانتيرون سيلز، الباقي ينزل يكمل يوصلوا لسي 2 شويه هيروحوا يعملوا كروسنج ويروحوا للانتيرون سيلز اوف سي 2، الباقي يكمل يوصلوا سي 3 فشويه فايبرز يعملوا كروسنج اوبزيت سايد يروحوا للانتيرون سيلز اوف سي 3 وهكذا. يعني من الاخر البرامدال تراكت دي في الاخر معظمها بقت ايه؟ كروست. بس 80% الأغلبية عملوا كروسنج في اللور بارت اوف المدلة وعملوا لي الموتور ديكاسيشن، 20% نزلوا في السباينال كورد without كروسنج، ولكن نهايات كل نيورون لما بيجي يعمل سينابس في الانتيرور هورن سيلز بيعمل كروسنج في السيجمنت اللي يعمل فيها سينابس وبرضو يروح للأوبوزيت سايد اوف ذا سباينال كورد. طيب لامينيشن يعني ايه؟ لامينيشن يعني التوزيعة بتاعة الفايبرز. بصوا معايا in the cerebral cortex the body is represented upside down with the face area lower most and the foot area on the medial surface of the cerebral hemisphere. يعني ايه هذا الكلام؟ تعالوا نفهم ما معنى هذا الكلام. احنا اتفقنا ان البيراميدال تراكت ابتدت من اريا 4. طيب البيراميدال تراكت تتحكم في الموفمنتس اوف ذا بودي، لقينا ايه بقى؟ لقينا ان اللور موست بارت اوف اريا 4 دي هتتحكم في المسلز اوف ذا هيد اند نيك، والاريا اللي فوقيها تتحكم في المسلز اوف ذا ابر ليمب، وتكمل كده ده اللاترال سيرفيس اوف ذا هيمسفير. ليه بقيه من جوه ميديال سيرفيس؟ يعني لو تشوفوا المنظر ده، ده اللاترال سيرفيس وليه ميديال سيرفيس. الكلام ده هناخده بالتفصيل بعد كده ان شاء الله.
فرعينا ايه؟ ان lower most part of area 4 بتتحكم في muscles of the upper half of the body والupper part بتتحكم في muscles of the lower half of the body. فقلنا اذا هنا the body is represented upside down، يعني ممثل بالعكس بالمشقلب، يعني مش الفيس فوق واللور limbs تحت، لا هنا في هذه الاريا the lower most part of area 4 هتتحكم في muscles of the head and neck and the upper most part of area 4 هتتحكم في muscles of the lower part of the body. ده مش بس كده، يعني بصوا كده ادي المنظر، ولو ده اللاترال سيرفيس ادي الجزء بيتحكم في muscles of head، جزء بيتحكم في muscles of upper limb، جزء بيتحكم في اجزاء من lower limb، اللور بارت اوف ذا لور limb بيتحكم في جزء من الاريا دي في الميديال سيرفيس في السطح الداخلي. يعني انا عندي هنا ده اللاترال سيرفيس في سطح داخلي، الاقي موجود عنده الاريا اللي بتتحكم في muscles of the lower limb. عشان كده بنقول ايه تاني؟ بنقول لما نيجي نشوف الـ representation in the cerebral cortex هنقول in the cerebral cortex the body is represented upside down with the face area، الحتة بتحكم في المصدر the face is the lower most part and the foot area، ادي الفوت area هي دي موجودة هنا on the medial surface of the cerebral hemisphere. طيب دي توزيعة الفايبرز بالنسبة للـ cerebral cortex. طب اخبارهم ايه وهما ماشيين في الـ internal capsule؟ في الانترنال كبسول the fibers from the face for the face muscles are in the جنوب، يعني الحتة دي اللي في الجنوب بداية البوستيريور ليمب فيها المسلز الاريا الفايبرز بتتحكم في المسلز of the face. The upper limb area lie most anterior، هنا الاريا بتتحكم في upper limb and the lower limb are most posterior in the posterior limb of internal capsule. يعني نقدر نقول هنا البودي يعني لحد ما مظبوط، الجنو هينزل فيه الفايبرز تتحكم في المسلز of face، البوستيريور ليمب من anterior posterior هيبقى فيه المسلز اللي بتتحكم في upper limb، ثم most posterior هيبقى فيه المسلز اللي بتتحكم في lower limbs. طيب لما نزلنا بعد كده في السباينال كورد اخبرنا ايه؟ لما نزلنا في السباينال كورد، لما نزلنا في السباينال كورد في اللاترال كورتيكو سباينال تراكت السيرفايكال فايبرز بتاعت الابر بارت اوف ذا بودي هتبقى ميديال والسيكرال فايبرز هتبقى لاترال، يبقى لامينيشن هنا ذا سيرفايكال فايبرز ار ميديال بينما السيكرال فايبرز ار لاترال. ده اللامينيشن بتاع البيراميدال تراكت ان ذا ميد برين اند ان ذا سباينال كورد، وهم نازلين في اللاترال كورتيكو سباينال تراكت. طيب ترمينيشن، هو التراكت دي رايح على فين؟ البيراميدال تراكت هتوصل عشان تعمل سينابس فين؟ في الموتور بارت اوف ذا سباينال كورد، يعني في الانتيرير هورن اوف ذا سباينال كورد. هتعمل سينابس في الانتيرير هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد. افكركم كده بالانتيرير هورن سيلز، دول كان عندنا ميديال جروب وكان عندنا لاترال جروب وكان عندنا سنترال جروب. ميديال لاترال ثلاثة نيوكلياي هنا وسنترال جروب. لما نزل بيراميدال تراكت ده في السباينال كورد ذا كروست فايبرز اللي هم 80% هينتهوا فين؟ ويل اند اون ذا لاترال جروب، لاترال جروب اوف ذا انتيرير سيلز اللي بيغذوا الليمز. احنا قلنا اللاترال جروب دول اللي بيغذوا الليمز. يبقى ال 80% اوف فايبرز اللي عملوا كروسنج اللي هو اللاترال كورتيكو سباينال تراكت هينتهوا في الانتيرير سيلز اوف ذا لاترال جروب which supply the limbs. طيب ال 20% الانكروس دي احنا قلنا ال 80% اللي عملوا كروسنج هينزلوا يعملوا سينابس في الانتيرن سيلز، اني جروب في الانتيرن سيلز لاترال جروب اللي بيغذوا الليمز. طيب ال 20% اللي ما عملوش كروسنج برضو هيروحوا للانتيرن سيلز، وقلنا دول هيعملوا كروسنج في السيجمنت اللي عملوا سينابس فيها، يعني في كل سيجمنت شويه يعملوا سينابس في الانتيرن سيلز بتاعت السيجمنت اللي عندها. هيعملوا سينابس فين؟ The uncrossed fibers اللي هم 20% end on the medial group of the anterior cells، هينتهوا بقى فين؟ في medial group of the anterior cells of both sides، يعني 20% اللي عملوش crossing شوية كتير هيعملوا crossing opposite side، شوية هيفضلوا في same side وهيعملوا synapse في medial group of anterior cells. من ال uncrossed only 2% end on the spinal accessory nucleus of the same side، في 2% فقط من الفايبرز
هيعملوا سينابس في السيلز of the spinal accessor nucleus. spinal accessor nucleus دي اللي هتدي origin للspinal accessor nerve اللي بيغذي الاسترنو ماستويد والترابيزيس. فعندي فقط 2% من الانكروست فايبرز هينتهوا في الspinal accessor nucleus of the same side, ودي هيخرج منها الspinal accessor nerve اللي هيغذي الاسترنو ماستويد. يبقى تاني what about the termination. في خدوا بالكم ده termination في spinal cord ليه؟ عشان اقول لكم دلوقتي ان في termination اخر في البرين ستيم, هنعرف قصته دلوقتي. يبقى ده termination اللي في spinal cord, ولكن في termination اخر يحصل في البرين ستيم. طيب termination في spinal cord زي ما قلنا, هعيد تاني, الكروست فايبرز اللي كانوا نازلين في lateral cortico spinal tract اللي يمثلوا 80% من البرامدال تراكت هينتهوا او يعملوا سينابس في النيورونز of the lateral group of the anterior cells اللي بيغذوا الليمز. الانكروس فايبرز اللي هم 20% معظمهم هيعملوا كروسنج, معظمهم وقلة يفضلوا في السيم سايد يعملوا سينابس مع النيورونز of the medial group of the anterior cells. Only 2% of these uncrossed fibers will end on the spinal accessor nucleus. هيروح يعملوا سينابس في spinal accessor nucleus. دي موجودة فين؟ في ال upper 5 cervical segments of the spinal cord. هيروح يعملوا سينابس في spinal accessor nucleus of the same side, ودول اللي هيخرج منهم the spinal accessor nerve اللي هيغذي ال sternomastoid and trapezius. طيب that termination of the pyramidal tract in the spinal cord, هنلاحظ ان في بعض البيرامدال تراكت فايبرز هيعملوا ترمينيشن مش في السبينال كورد, ده وهم نازلين في البرين ستيم هينتهوا في البرين ستيم مش هينزلوا للسبينال كورد. تعالوا نشوف هذه القصه. السؤال هو احنا ليه البيرامدال تراكت مش هتعمل سينابس فقط او هتنتهي فقط في السبينال كورد, ليه تنتهي في البرين ستيم كمان؟ هقول لكم ليه. البيرامدال تراكت هي المسؤوله عن الكنترول اوف ذا موفمنتس اوف ذا هول بودي. هي لما نزلت وعملت ترمينيشن في السباينال كورد كده هتتحكم في السباينال نيرفز اللي بتغذي عضلات الجسم, سواء الترانك الابدومين ابر ليمب لور ليمب. يفضل عندي عضلات الهيد اند نيك. عضلات الهيد نيك لا يتحكم فيها السباينال نيرفز, ولكن يتحكم فيها الكرينيال نيرفز. والكرينيال نيرفز دول النيوكلياي بتوعهم بيبتدوا من البرين ستيم. عشان كده هنلاقي البيرامدال تراكت معظمها نزل وعمل سينابس في الانتيرير هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد عشان يكملوا الرحله بعد كده في السباينال نيرفز اللي هيتحكموا في المسلز اوف ذا هول بودي ما عدا الهيد نيك. طب عشان نتحكم في المسلز اوف ذا هيد نيك اعمل ايه؟ عشان اتحكم في المسلز اوف ذا هيد نيك لازم جزء من البيرامدال تراكت ينتهي في البرين ستيم عند الكرينيال نيرف نيوكلياي. وبالتالي لما اتحكم في الكرينيال نيرف نيوكلياي هتحكم في الكرينيال نيرفز اللي بيتحكموا في المسلز اوف هيد اند نيك. فبنقول in the brain stem, يعني لو انا عندي هنا ادي البيرامدال تراكت اهي, في شويه فايبرز هينزلوا وينزلوا يعملوا سينابس فين؟ في النيوكلياي اوف ذا برين ستيم, نيوكلياي اوف ذا كرينيال نيرفز ان ذا برين ستيم. خدوا بالكم ان الكرينيال نيرفز دول في منهم كرينيال نيرف سنسوري يعني مسؤول عن سنسيشن, وفي كرينيال نيرف موتور مسؤول عن ماسلز. طبعا البيرامدال تراكت لما هتنزل هتسيب ملاش دعوه هي بالكرينيال نيرفز البيوري سنسري, والكرينيال نيرفز البيوري سنسري هم ثلاثه, الاول والثاني والثامن, ثلاثه بس من الكرينيال نيرفز بيوري سنسري. انا ماليش دعوه بيهم النهارده وانا بتكلم على البيرامدال تراكت, ماليش علاقه بيهم. يبقى البيرامدال تراكت هتنزل وهتعمل سينابس في البرين ستيم مع الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي فيهم اجزاء موتور اللي هم كلهم ما عدا الاول والثاني والثامن. والكرينيال نيرف نيوكلياي الموتور هما في الميد برين هلاقي النيوكليس بتاعت الكرينيال نيرف الثالث والرابع,
في البونس الاقي الكرينيال نيرف نيوكلاي بتاعت الخامس والسادس والسابع، الثامن قلنا ده سنسوري مالناش دعوه بيه، وفي المضله هلاقي الكرينيال نيرف نيوكلياي من 9 لغايه 12، من 9 لغايه 12. فبنقول some pyramidal tract fibers do not reach the spinal cord، هينزلوا في البرين ستيم and the end on the motor nuclei of the cranial nerve that lie in the brain stem. الفايبرز اللي نزلوا عملوا سينابس في الكرينيال نيرف نيوكلياي في البرين ستيم، دول بسميهم ايه؟ هسميهم كورتيكو نيوكليار تراكت عشان نازلين النيوكلياي، او بسميهم كورتيكو بالبر تراكت which control muscles of head. دول هيتحكموا في المسلز اوف هيد عن طريق التحكم في الكرينيال نيرفز. يبقى قلنا ان البيراميدال تراكت فايبرز كتيره قوي منها نزلت وعملت سينابس في الانتيرون سيلز اوف ذا سباينال كورد من اجل التحكم في المسلز اوف ذا بودي اند ذا ترانك ما عدا المسلز اوف هيد، بينما جزء من البيراميدال تراكت فايبرز عملوا حاجه اسمها كورتيكو بالبر او كورتيكو نيوكلير فايبرز، نزلوا البرين ستيم وانتهوا في البرين ستيم باي سينابسنج ان ذا نيوكلياي اوف ذا موتور كرينيال نيرفز اللي موجودين في البرين ستيم. قلنا الفايبرز اللي وصلوا البرين ستيم وتوقفوا دول بنسميهم كورتيكو نيوكلير تراكت او كورتيكو بالبر تراكت ويتش كنترول ذا ماسلز اوف ذا هيد. الفايبرز اوف ذا كورتيكو نيوكلير تراكت نزلوا في الكورونا دياتا برضو عادي مع باقي البيراميدال تراكت، نزلوا في الكورونا دياتا وبعدين وصلوا الانترنال كبسول، دول مشيوا في الجينو، مشيوا في الجينو. احنا اتفقنا في الانترنال كبسول البودي از ريبريزنتد من الامام للخلف، فكانت الفيس هنا، فالفايبرز دي هتمشي في الجينو اوف ذا انترنال كبسول تو ريتش ذا برين ستيم تو تيرمينيت مينلي اون ذا كونترالاترال موتور نيوكلياي بريزنت ان ذا برين ستيم اند اون ذا ايبسيلاترال نيوكلياي از ويل. يعني ايه؟ يعني لو عندي بيراميدال الكورتيكو نيوكلير تراكت ان ذيس سايد، الفايبرز اللي هنا لما تيجي تعمل سينابس في الكرينيال نيرف نيوكلياي شويه منهم يروحوا للنيوكلياي اوف ذا اوبزيت سايد وشويه يعملوا سينابس في النيوكلياي اوف ذا سيم سايد. خدوا بالكم احنا اتفقنا الموتور كرينيال نيرف نيوكلياي اللي عملنا فيهم سينابس الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ومن 9 ل 12. فالكورتيكو نيوكلير تراكت لما تيجي تعمل سينابس هتتوزع، شويه يروح يعملوا سينابس في النيوكلياي اوف ذا اوبزيت سايد وشويه يعملوا سينابس في النيوكلياي اوف ذا سيم سايد. ما عدا في استثنائين. ايه هما الاستثنائين دول؟ تو اكسبشنز فور ذيس دبل كنترول ار. يعني لو انا عندي مثلا النيوكلياي بتوع كرينيال نيرفز في جزء من الموتور نيوكليس بتاعت الفيشال نيرف، يعني لو ده البونس ودي الموتور نيوكليس بتاعت الفيشال نيرف اللي هو كرينيال نيرف السابع، في جزء من الموتور نيوكليس اوف ذا فيشال نيرف ذات كنترول ماسلز اوف لوور بارت اوف فيس. يعني انا لو عندي هنا دي الفيشال نيوكليس اون ذيس سايد وفيشال نيوكليس اون اوبزيت سايد، the upper half of the nucleus controls the muscles of the upper half of the face, the lower half of the nucleus controls the muscles of the lower half of the face. وهنا نفس القصة. الاستثناء هنا ان the lower half of the facial nucleus receives corticonuclear tract from opposite side only. يعني الفايبرز وهي نازلة هتدي synapse للنيوكلياي on opposite side or same side ما عدا the lower half of the facial nucleus اللي بتتحكم في المسلز اوف ذا لور بارت اوف فيس دي تستقبل اونلي كونتراتيك كورتيكو نيوكلير تراكت. يعني دي ما بتاخدش من الكورتيكو نيوكلير تراكت اوف سيم سايد، بتاخد فقط من الكورتيكو نيوكلير تراكت اوف اوبزيت سايد. في حاجه تانية الاستثناء الاخر ذا بارت اوف ذا هايبوجلوسال نيوكلس. هايبوجلوسال نيوكلس اللي هي الهايبو بتاعت الهايبوجلوسال نيرف اللي بيغذي المسلز اوف ذا تانج، في جزء من الهايبوجلوسال نيوكلس اللي بيتحكم في الجينيو جلوسس ماسل. الجينيو جلوسس ماسل هي الموست بالكي ماسل ذا تانج، اكبر عضله موجوده في التانج هي الجينيو جلوسس. فالجزء بتاع النيوكليس اللي بيتحكم في الجينيو جلوسس ماسل ايضا ما بياخدش من السيم سايد، بيجي له فقط كورتيكو نيوكلير تراكت اوف ذا اوبوزيت سايد. يبقى كل الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي عندي الموتور اللي موجوده في البرين ستيم 3 و4 في الميد برين و5 و6 و7 في البونس ومن 9 ل 12 في المضله كلهم جالهم كورتيكو نيوكلير تراكت اوف اوبزيت سايد وسيم سايد، ما عدا اللور هاف اوف ذا فيشال نيوكليس جالها من الاوبزيت سايد فقط، والجزء بتاع الهايبوجلوسال نيوكليس اللي بيتحكم في الجينيو جلوسس ماسل جالها برضو كورتيكو نيوكلير تراكت اونلي فروم ذا اوبزيت سايد وليس فروم ذا سيم سايد. طيب يبقى احنا وزعنا دلوقتي البيراميدال تراكت، قلنا
نزلت عن طريق اللاترال اند فنترال كورتيكو سباينال تراكت للانتيرون سيلز اوف ذا سباينال كورد، وهتكمل رحلتها في السباينال نيرفز تو كنترول ذا ماسلز اوف ذا بودي ترانك اند ليمز، ومجموعه من البيرامدال تراكت انتهت في البرين ستيم عند الكرينيال نيرف نيوكلياي عشان تكمل رحلتها في الكرينيال نيرفز وتروح تعمل سبلاي للماسلز اوف ذا هيد. وقلنا كل الكرينيال نيرف نيوكلياي استقبلت كورتيكو نيوكلير فايبرز فروم بوث سايدز ما عدا اللور هاف اوف ذا فيشال نيوكليس اند ا بارت اوف هايبوجلوسال نيوكليس، دول استقبلوا فقط كورتيكو نيوكلير تراكت اوف ذا اوبوزيت سايد، دول التو اكسبشنز. طيب يبقى انا عندي البيراميدال تراكت ابتدت من السيربرال كورتكس، مشيت في الانترنال كبسول برين ستيم، في منهم اللي عمل سينابس في النيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرفز في البرين ستيم، وفي منهم اللي نزل لايه؟ اللي نزل لغايه لما وصل للانتيريور هورن سيلز ان ذا سباينال كورد. طيب وبعدين عملنا سينابس في الانتيريور سيلز اوف ذا سباينال كورد، بعد كده النيورون الجديد بقى هيبقى السيلز اوف ذا انتيريور سيلز اوف ذا سباينال كورد، الاكسونز بتاعت السيلز دي هتمشي في الفنتر روت اوف ذا سباينال نيرف ثم في السباينال نيرف لغايه لما توصل للمصل. إذن هو انا الموتور اوردر كده اتشال بكام نيورون؟ احنا لما كنا بنتكلم على السنسوري في المحاضره اللي فاتت كان بيتشال بكام نيورون؟ 3 نيورونز، فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون. ولكن لما جينا اتكلمنا على الديسيندنج تراكس والبيرامدال تراكت هو الموتور اوردر ده اتشال بكام نيورون؟ فقط 2 نيورون. ابتدى من السيربرال كورتكس لغايه لما وصل للنيوكلياي، اما يصل للنيوكلياي اوف كرينيال نيرفز ان ذا برين ستيم، واما يصل للانتيريور هورن سيلز ان ذا انتيريور هورن اوف ذا سباينال كورد. النيورون الاخر اتعمل بالسيلز اوف ذيس نيوكلياي وهيخرج من الانتيريور سيلز، هنا لو بنتكلم على سباينال كورد هيخرج من الانتيريور سيلز في السباي في الفنتر روت اوف سباينال نيرف ثم في السباينال نيرف ثم يروح عن طريق الرماي للماسلز الترانك اللي يتحكم فيها. او ممكن بالنسبة للكورتيكو نيوكلير تراكت هينزل لغاية لما يوصل مثلا للموتور نيوكليس دي، وبعدين السكن نيورون هيبقى السيلز اوف ديس نيوكليس هيخرج في الكرينيال نيرف يروح يغذي المسلز اوف ذا هيد. من هنا جاءت اهم تسمية قابلنا النهاردة وهي upper and lower motor neuron lesions. يعني ايه؟ يعني انا كده بقول البيرامدال تراكت معمول من تو نيورونز، ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون. الابر موتور نيورون تعالوا نتبعه، الابر موتور نيورون هو النيورون الاول اللي ابتدى من السيربرال كورتكس ومشي في الكورونا رادياتا ونزل في الانترنال كبسول ونزل في البرين ستيم لغايه لما وصل يا اما للكرينيال نيرف نيوكلياي في البرين ستيم لغايه الانتيون سيلز in the spinal cord. من اول ما ابتدى لغايه لما عمل سينابس في النيوكلياي دي ده الابر موتور نيورون. السكند نيورون هو اللور موتور نيورون، ده اللي ابتدى من السيلز اوف ذا نيوكليس سواء انتيرون سيلز او نيوكلياي اوف كرينيال نيرفز ومشي اما في السباينال نيرف او الكرينيال نيرف وراح للمصل عشان يغذيها. فمن اول ما ابتديت من الانتيرير هورن سيلز ثم السباينال نيرف ثم المصل ده بسميه لور موتور نيورون. فبنقول neurons from the cerebral cortex that descend to end on the anterior cells or motor nuclei of cranial nerves هيعملوا upper motor neuron، بينما neurons of the anterior horn cells or motor cranial nerve nuclei from the form the lower motor neuron لغاية لما يوصلوا للمصل. طب أنا بعرف الكلام ده ليه؟ لأن لو حصل إصابة للupper motor neuron بنسميها upper motor neuron lesion، لكن لو حصل إصابة للور موتور نيورون أسميها لور موتور نيورون ليجن. والتشخيص الكلينيكي للأبر موتور نيورون ليجن مختلف عن التشخيص الكلينيكي للور موتور نيورون ليجن. يعني إيه ليجن؟ يعني الأبر موتور نيورون ليجن زي إيه؟ زي مثلا لما يجي مثلا الفايبرز دي أو حصل فيها ليجن. ليجن يعني ايه؟ هو ايه يعني ليجن؟ احنا يعني اتقطع؟ لا مش اتقطع. الليجن هنا غالبا بيبقى ايه؟ جلطة بتصيب البلاد سبلاي بتاع المنطقة دي، فتلاقي البلاد سبلاي بتاع المنطقة دي توقف، فالتراكت دي او الفايبرز دي خلاص هتبوظ، يبقى البيرامدال تراكت اللي في الناحية دي باظت،
طيب اي اصابه او مشكله في البلاد سبلاي في الابر موتور نيورون، يعني لو حصل مثلا جلطه في الاريا اللي هنا، الموتور اريا اللي هنا، او في الانترنال كبسول، او في اجزاء برين ستيم لغايه لما عملنا سينابس في الانترنال سيلز، اي حاجه تاثر على السكه دي بسميه ابر موتور نيورون ليجن. بينما اي مشكله هتاثر على الانترنال سيلز او السباينال نيرف لغايه لما يحصل مشكله في المصل، ده بسميه لور موتور نيورون ليجن. ممكن في الحالتين يحصل باراليسز، بس الباراليسز هنا شكله مختلف عن هنا. انا عشان اعالج لازم اشخص، وعشان اشخص لازم اشخص المشكله فين. هل هي المشكله في السيربر كورتكس؟ هل المشكله في البرين ستيم؟ هل المشكله في السباينال كورد؟ هل المشكله في المصل نفسها، في مرض اصاب المصل نفسها عمل باراليسز؟ عشان كده لازم نفرق ما بين الليجن اذا كان ابر موتور نيورون ليجن ولا لور موتور نيورون ليجن. قبل ما اتكلم على القصه دي هتكلم على حاجه اسمها ريفلكس ارك. يعني ايه ريفلكس ارك؟ ريفلكس هو رد الفعل السريع. يعني ايه؟ يعني لو انا مش واخد بالي وجيت حطيت ايدي على ستراكشر ساخن جدا، او حطيت ايدي على حاجة فيها نار، ايه اللي هيحصل؟ مش هقعد بقول ايه ده انا باين حطيت ايدي في نار، طب ايه ده كده خطر، ده كده مشكلة. لا، مش بيحصل كده. لو حطيت ايدي ولمست حاجة سخنة جدا او حاجة فيها نار، immediately بعمل ايه؟ بسحب ايدي بسرعة عنيفة جدا. او مثلا حطيت ايدي لقيت ان داخل في صباعي كده دبوس او مسمار عنيف جدا، برضو مش هاخد ودي مع نفسي، لكن ايه اللي هيحصل؟ ريفلكس على طول بعمل withdrawal لايدي. طب هو ايه الحكايه؟ المفروض ان انا لما بحس سنسيشن بشيل السنسيشن بالسنسري تراكس، لو حسيت بين بشيل البين بالسنسيشنز first order neuron، وبعدين اللاتر سباينال ثلاميك تراكت ياخده للثلمس، والثلمس يطلعه للبرين، والبرين يقول يا دي المصيبة ده في بين واصل للإندكس مثلا للإيد، فيقوم البرين بناء على هذا الوضع يدي order يا عضلات الأبر ليمب اسحبوا الأبر ليمب بعيدا عن هذا المصدر للألم أو للحرارة العالية، فتقوم إيديا مسحوبة. لا، احنا في الحالات الإمرجنسي مش هنستنى بقى لما نطلع للبرين والبرين يديني اوردر، لا، برغم ده بيحصل في فراكشرز اوف سكند، ولكن حتى احنا محتاجين رد فعل سريع. في هذه الاحوال بنعتمد على ريفلكس ارك. يعني ايه؟ بصوا بقى يعني ايه ريفلكس ارك. ده معتمد على ايه؟ نفترض انا حطيت ايدي هنا في بين عنيف جدا، تشكيت بمسمار قوي جدا او سكينه او دبوس عنيف، السنسيشن دخل عن طريق السباينال نيرف والدورسال روت اوف سباينال نيرف، دخلت لفين؟ دخلت للبوستيرون، وصلنا للسبستانشال جوينت اوف رولاندي. العادي ان السبستانشال جوينت اوف رولاندي تطلع اللاتر سباينال ثلاميك تراكت البرين، ماشي، انا مش مختلف، بس انا محتاج رد فعل اسرع. يوم يحصل في كونكشن ما بين السنسي نيوكليس هنا والموتور نيوكليس اللي في الانتيرون سيل عن طريق حاجه اسمها انتر نيورون هنا، يقوم من كتر ما البين عنيف يحصل كونكشن من السنس نيوكليس والموتور نيوكليس، يعمل ستيموليشن للموتور نيوكليس، تقوم الموتور نيوكليس دي بدل ما تستنى الامر من البرين يجيل عن طريق البرامدال تراك، تقوم هي نفسها مديه اوردر يخرج في الفنتر روت اوف ذا سباينال نيرف، ويمشي في السباينال نيرف يروح للعضله، اقول لها ايه؟ انقبضي بسرعه، لازم نسحب ايدينا بعيدا عن هذا المصدر. فالرياكشن هنا حصل عن طريق ايه؟ الريفلكس ارك. وبنقول ان الريفلكس ارك ده ليه سنسوري بارت، ده اللي بسميه الافرنت بارت، وموتور بارت، ده اللي بسميه الايفرنت بارت. يبقى الريفلكس هنا هو رد الفعل السريع جدا 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 من اجل انقاذ الايد او اي منطقه في الجسم من سيفير بين او سيفير تمبرتشر. طب يعني معنى كده ان انا لو اشتغلت على الريفلكس مش هبلغ البرين؟ لا، البرين لازم ياخد اخبار بكل حاجه، يعني ما فيش حاجه اسمها تحصل. حتى لو هاخد الرد الفعل السريع ده لازم ابلغ البرين، عشان كده حتى اثناء ما بعمل الريفلكس بكون ببلغ البرين. يا برين، على فكره كان في
بين عنيف جدا بيصيب ايدي او في حراره عاليه، والبرين ياخد معلومه برضو يتدخل برضو ما يجراش حاجه. عشان كده انت تلاحظ ايه مثلا، لو جيت لمست حاجه سخنه قوي وعامله لك بين جامد قوي، انت سحبت ايدك بسرعه، لكن بعد ما سحبتها تقعد ايه، تقعد تنطر ايدك، تنطر ايدك، تحركها كده حركات سريعه وعنيفه عشان تضيع تاثير البين. نطره ايدك دي جايه منين؟ اوردر من البرين. يعني البرين برضو هو ما بيتكاسلش، برضو لازم اديله الانفورميشن ولازم يديني موتور اوردرز. ده اللي بسميه الريفلكس ارك. ده معتمد على ايه الريفلكس ارك؟ زي ما انتم شايفين معتمد على البوستيرير هورن، ده معتمد على الانتير هورن هنا. فلو في مشكله في الانتيرير هورن يبقى دي مشكله في الريفلكس مش هيحصل، ولو في مشكله هنا في البوستيرير برضه ريفلكس مش هيحصل. طيب تعالوا بقى نشوف، لو واحد جاله شلل في عضله من العضلات، لو واحد جاله شلل في عضله من العضلات، عايزين نعرف الشلل ده او الباراليسيس ده سببه upper motor neuron lesion ولا lower motor neuron lesion. يعني افترض واحد جاله paralysis في المسلز اوف ذا upper limb. طيب واحد جاله الباراليسيس ممكن يكون سببه ايه؟ ممكن يكون سببه lesion في الابر motor neuron من اول ما ابتدينا من السيربرال كورتكس لغايه الانتيور سيلز، او ممكن يكون الليجن في الانتيرون سيلز او في السباينال نيرف او في المصل نفسها. شكل الباراليسيس في الابر موتور نيورون ليجن مختلف عن الباراليسيس ان ذا لوور موتور نيورون ليجن. تعالوا نشوف ما هي الفروق، وده جدول في غايه الاهميه، ده صميم شغلك لما تيجي تشتغل بطنه او نيورو في المستشفى فيما بعد في السنوات القادمه. طيب عايز افرق ما بين upper motor neuron lesion و lower motor neuron lesion. ال upper motor neuron lesion يعني ايه؟ lesion of the pyramidal tract. lesion of the pyramidal tract يعني لما بتكلم على lesion في ال pyramidal tract، في ال pyramidal tract ده upper motor neuron lesion. السبب الاغلب والاعم في هذه المناطق حاجة بنسميها capsular hemiplegia. hemiplegia يعني شلل نصفي. كابسولر يعني ايه؟ يعني مشكلة مرتبطة بالكبسول. الكبسول دي منطقة ضيقة، وبالتالي سهلة قوي البلاد فيسل اللي جاي لها يتسد. البلاد فيسل اللي جاي لها يتسد. فالبلاد فيسل اللي جاي لها يتسد، الفايبرز اللي ماشية في الانترنال كبسول دي هتتأثر. وبالتالي هيحصل ليجن البرامدال فاكرين. ده بسميه كابسولر هيميبليجيا. فالسبب الشائع ان واحد يجيله upper motor neuron lesion ان يحصل جلطه في البلاد سبلاي اللي بيغذي الانترنال كبسول اللي هي منطقه محدوده، ياثر على البيرامدال تراكت اللي نازله فيها. ده اقوى سبب ممكن يعمل upper motor neuron lesion. اللور motor neuron lesion سببه غالبا ايه؟ هنا بقى الليجن يا اما في الانتيرير هورن سيلز او الموتور كرينيال نيرف نيوكلياي. يبقى اللور موتور نيورون ليجن هيكون سببه يا اما ليجن في الانتيرير هورن سيلز، يا اما ليجن في الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم. حاجه اصابت الكرينيال نيرف نيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم، زي مرض البوليومايلايتس او شلل الاطفال. ده بيبقى مرض سببه اصابه اما في الكرينيال نيرف نيوكلياي، او يكون سببه اصابه في الانتيرير هورن سيلز. اتفقنا اي مشكله في الانتيرير هورن سيلز او السباينال نيرف او المصل نفسها ده بسميه lower motor neuron lesion. طيب يبقى ده اسباب الابر موتور ليجن، غالبا اصابه في البرامدال تراكت، والمثل الشائع كابسولار هيميبليجيا جلطه في البلاد سبلاي للانترنال كبسول، او اللور موتور نيورون ليجن سببه ليجن في الانتيرير هورن سيلز او الموتور كرينيال نيرف نيوكلياي زي البوليومايلايتس او شلل الاطفال. طيب بصوا معايا كده وركزوا، انا لما اتكلم على الانتيرير هورن سيلز او الكرينيال نيرف نيوكلياي، افترض على الانتيرير هورن سيلز الاول. الانتيرير هورن سيلز دي جاي لها بيرامدال تراكت بتتحكم فيها، وده الابر موتور نيورون. لكن بعد كده هي كلور موتور نيورون
خارجة بسباينال نيرف ورايحة للمصل. طيب لما نيجي نتكلم على الريفلكس ارك الانتيرون سيلز دي، الانتيرون سيلز دي جايه لها بيراميدال تراكت بيتحكم في الموفمنت بتاعتها، وليها برضه ريفلكس ارك ممكن تخليها تعمل اكشن. طب لو حصل مشكله في البيراميدال تراكت يبقى الكنترول اللي جاي لها عشان تتحكم في الفولنتري موفمنتس، خدوا بالكم في الفولنتري موفمنتس الحركات الاراديه توقف، فتيجي تخلي العضله دي تديها اوردر عشان تعمل فولنتري موفمنت. لو رايحه مثلا للمسل ده ابر ليم، تيجي انت بارادتك عايز تحرك عضلات الابر ليم ما تقدرش تحركها. ولكن لو البراندل تراك توقفت الريفلكس لسه شغال، ده سليم، ده ما حصلوش حاجه، لان ده ملوش دعوه بالبراندل تراك اللي جاي. يعني معنى كده ايدك دي اللي انت مش قادر تحركها بالفولنتري موفمنت، لو جيت شكتها بمسمار او لو جيت لسعتها بحاجه سخنه جدا هيحصل ايه؟ ريفلكس ويدرور للابر ليم. ايه ده؟ يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان العضلات دي تفقد الفولنتري موفمنت ولكن لا تفقد الريفلكس موفمنت. الريفلكس معتمد على ايه؟ على الافرن بتاع الريفلكس والكونكشن والايفرن بتاع الريفلكس، ملوش دعوه بالبيراميدال تراكت اللي جاي. فانت لو بوصل البيراميدال تراكت اللي جايه من البرين، العضلات دي فقد الفولنتري كنترول، يعني لو عايز تحرك دراعك كده لا ما تقدرش، لو الشخص اللي عنده مشكله هنا ما يقدرش يحرك دراعه، انما لو لسعته بحاجه سخنه يسحب ايده بالريفلكس على طول. اذا في الابر موتور نيورون ليجن only the voluntary movements are lost while the involuntary and emotional movements are intact. يعني الحركات اللي بتحصل نتيجه ريفلكس او الحركات اللي بتحصل نتيجه ايموشنز لوست، فده بنسميه paralysis of movement. انما لو الليجن كان في الانتيرون سيل هنا مثلا، طيب انت جايب له بيراميدال تراكت بيديله اوردر ما ياخدش الاوردر خلاص، لو الانتيرون سيلز دي اللي بايظه الاوردر اللي جايب البيراميدال تراكت مش هيشتغل، الاوردر اللي جايب الريفلكس ارك مش هيشتغل خلاص، ما انت بوظت دي. فلو بوظت دي يجي لها موتور اوردر ما تشتغلش، يجي لها ريفلكس اوردر ما تشتغلش. يبقى هنا في اللور موتور نيورون ليجن لما يكون سبب الاصابه الانتيرون سيلز نفسها، العضله لا تتحرك تحت اي ظرف من الظروف، فولنتري موفمنت لوست، ريفلكس موفمنت لوست، ايموشنال موفمنت لوست. هقول لكم يعني ايه ايموشنال موفمنت. يبقى في الابر موتور نيورون ليجن البيراميدال تراكت اللي جايبه الكنترول اوف ذا فولنتري موفمنت فقدت، فالفولنتري موفمنت فقدت، ولكن الانتيرون سيلز انتاكت لسه سليمه فبتشتغل بريفلكس، فالريفلكس موفمنتس ار انتاكت. لما نيجي مثلا نتكلم على ايه؟ نتكلم مثلا على الكرينيال نيرف نيوكليوس نمره 7 مثلا. الكرينيال نيرف نيوكليوس نمره 7 دي بتتحكم في المسلز اوف ذا فيس، بتتحكم في المسلز اوف ذا فيس. فلو نزل لها كورتيكو نيوكليير تراكت هتتحكم في الفيشال نيرف نيوكليوس. لو البيراميدال تراكت دي باظت، طب ايه اللي هيحصل؟ هتيجي تقول للشخص ده اللي عنده البيراميدال تراكت باظت، لو سمحت احنا هنصورك، ابتسم. ما يعرفش يبتسم، ما يقدرش يدي فولنتري موفمنت للمسل ذا فيس. لكن النيوكليوس دي جاي لها كنترول اخر فور ذا ايموشنال موفمنت، وجاي لها كنترول اخر للريفلكس موفمنت مش عن طريق كورتيكو نيوكليير تراكت. يبقى هي شغاله بالكنترول اللي جاي لها من الريفلكس او الكنترول اللي جاي لها من الايموشن. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي بتقول له ابتسم بفولنتري موفمنت عشان تتصور مش هيعرف يتصور، انما لو قلت له نكته عجبته هيضحك. هو ضحك هنا بالايه؟ بالايموشنال اللي بيتحكم فيها حاجه تانية غير الكورتيكو نيوكليير تراكت. اذا لو الليجن بتاع الفيشال نيرف نيوكليس كان ابر موتور نيورون ليجن، ذا بيشنت ويل لوز ذا فولنتري موفمنت، ولكنه هيفضل محتفظ بالريفلكس او الايموشنال موفمنت. يعني قلت له نكته يضحك. حاجه تانية، لو جيت لمست عينه بقطنه خفيفه كده، يعني قلت له اقفل عينيك فولنتري ما يعرفش، انما لو جيت لمست له القرنيه او بياض العين بقطنه خفيفه كده هيحصل ريفلكس كلوجر في الاي، ده ريفلكس موفمنت.
إذن في الأبر موتور نيوريجن برضو حتى لو كرينيال نيرف بيفقد الفولنتري موفمنت ولكن بيفضل استمرار للريفلكس والايموشنال موفمنت، بينما في اللور موتور نيورون ليجن لو النيوكليس بقى نفسها اللي باظت هات له اي كنترول من اي حته مش هيشتغل، فهيحصل لوس اوف اول تايبس اوف موفمنتس. عشان كده بنقول ان ذا ابر موتور نيورون ليجن ذير از باراليسيس اوف موفمنت، ولكن في اللور موتور ليجن لو النيوكليس نفسها باظت اول موفمنتس ار لوست. اول موفمنت يعني ايه؟ يعني فولنتري وريفلكس وايموشنال، and the muscle cannot be moved by any means. ده ما تتحركش بأي ظرف ظروف، تقول له نكتة مش تتحرك، تقول له حركها مش تتحرك، تعمل ريفلكس تتحرك، هنا بنسميه paralysis of muscle. المصل خلاص هي اللي paralysis، لكن هنا كان paralysis of movement. طيب تعال نشوف وضع المصل تون مع الأبر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن. المصل تون اللي هو بيعتمد، المصل تون بيعتمد على ريفلكس أرك. طيب المسل تون في الابر موتور نيورون ليجن بيحصل كلاسب نايف سباستيس، يعني الايد بتتخشب او بتبقى فيري سترونج، يعني شخص عنده باراليسيس تيجي تحاول تفرد له كوعه مش قادر، ايده متخشبه. ليه؟ due to the interruption of the inhibitory fibers. في نازل مع البيرامينال تراكت inhibitory fibers جايه من اريا اسمها اريا 4S. الانيبيتري فايبرز النازلة مع البرامدال تراكت دي بتعمل سبريس للستريتش فليكس ارك، يعني بتعمل ديكريزنج للستريتش فليكس ارك، بتعمله انهيبيشن، فما تخليش العضلة متخشبة. لما بيحصل ابر موتور نيورون ليجن الانيبيتري فايبرز دي بتفقد، فبدل ما هي بتعمل انهيبيشن الريفلكس اكبره ايه؟ هيزيد، والستريتش فليكس هيزيد، يبقى المسل تون اكبره ايه؟ هيزيد، فالمسل تبقى متخشبة اكتر. فالشخص ده يبقى عنده paralysis، فمثلا واحد عنده paralysis المصل ده upper limb، هو مش بيقدر يحرك ايده، طب تحاول انت تفرد له كوع العضلات متخشبة قوي جامدة قوي ناشفة قوي، ما تقدرش تفرد له ايده زي كأنها واقفة على هذا الوضع. ليه؟ زي ما قلتلكو نازل مع البرامدال تراكت اللي حصل لها ليجن كان اصلا فيه inhibitory fibers جاية من area 4S، دي normally بتقلل ال stretch أو reflex بتاع muscle tone. لو inhibitory fibers فقدت خلاص يبقى هيحصل increase stimulation فالmuscle tone هيزيد فالعضلات تتخشب، يبقى clasp knife spasticity. طيب لو المشكلة كانت lower motor neuron هنا يعني nucleus دي، طبعا nucleus دي جزء من الreflex المسؤول عن muscle tone، فالنيوكليس دي باظت المسل تون نفسه والريفلكسس كلها فقدت خلاص، ولا هيحصل يعني التون اخباره ايه؟ هيقل، يعني خلاص الحاجه المسؤوله عن المسل تون فقدت، فنقول بيحصل هايبوتونيا او فلاسيتي، العضلات مرخرخه جدا، تمسك الايد اللي مش قادره تتحرك دي تحركها كده تلاقيها مرخرخه جدا، ده بيحصل due to interruption of the stretch reflex arc، لان المسل تون معتمد على الستريتش ريفلكس ارك اللي احنا قلناه. فلو بوزنا الانتيرون سيلز دي كل الاسترتش فليكس ارك تفقد، فالتون ضعف، فهتبقى العضلات مرخرخة مرتخية جدا، يبقى الباراليسز هنا يبقى فلاسيد باراليسز. مش كده بقول لكم احنا بشكل الباراليسز تقدر تشخص، هي المشكلة upper motor neuron lesion مشكلة فوق في البيرامينال تراكت او في السيريبرال كورتكس، ولا المشكلة في النيوكليس الانتيرون سيلز او المصل نفسها. في الحالتين في باراليسيس، بس الباراليسيس هنا مرتبط بعضلات متخشبه قوي، لكن هنا في باراليسيس مرتبط بعضلات مرتخيه جدا. طيب فرق اخر التندون جيركس. التندون جيركس زي ما قلت لكم لما اجي احط واحد يحط رجل على رجل واخبط له ركبته بشاكوش كده بهامر، قلنا الرجل تنط كده، نشوف الحركه دي في افلام كتيره قوي، الرجل تتنطر، ده بنسميه تندون جيرك. التندون جيرك معتمد على ايه؟ التندون جيرك برضو معتمد على ريفلكس ارك، يعني معتمد على ريفلكس ارك. ففي الابر موتور نيورون الانهبيتري فقد يبقى تبقى مور ستيميليتد، يبقى ريفلكس هيزيد، يبقى التندون جيرك هنا اخباره ايه؟ هيزيد. تيجي تخبطه في الهامر تلاقي رجله اتنطرت نطره عنيفه جدا مش النطره العاديه. يبقى في الابر موتور نيورون ليجن ذا تندون جيركس ار اكزاجيريتد اند كرونس مي اوكي، يعني ممكن تتنطر
نطر عنيفة جدا، وتفضل الرجل تعمل رعشات جامدة أو كلونس، تفضل كونتراكتد لفترة. طب في اللور موتور نيورون، في اللور موتور نيورون الريفلكس كله فقد، وبالتالي مفيش تندون جيرك، يعني تقعد تخبط زي ما تخبط بالهامر عمر ما رجله هتنطر، لأن مفيش ريفلكس أساسا. في حاجة اسمها سوبرفيشال ريفلكسز. ايه سوبرفيشال ريفلكسز؟ الابدومين ريفلكس. الابدومين ريفلكس لكمة قوية للأبدومين، المفروض يحصل ريفلكس كونتراكشن في المصف ده أبدومين. وفي كريماستيريك ريفلكس، ده لما نعمل ايه in males، لما اجي اعمل سكراتش للابر بارت اوف ذا ثاي، يعني اعمل استيميليشن ابر بارت اوف ذا ثاي بمفتاح او بسن قلم كده، المفروض بيحصل ريفلكس اليفيشن اوف ذا تيستس، ده in males. اللي حصل بقى ان الريفلكسز دول في الابر موتور نيورون ليجن لاسباب مش مفهومه قوي، ما تقوليش ليه، they are absent، ما بيحصلوش، ولكن في اللور موتور نيورون ليجن they are not affected. مش مهم قوي الفرق ده. فرق اخر في الابر ولور موتور نيورون ليجن حاجه اسمها بلانتر ريسبونس. ايه البلانتر ريسبونس ده؟ نورمالي لو جيت في السول اوف ذا فوت وجيت بسن قلم كده او مفتاح وعملت سكراتش جامد قوي كده فروم لاترال تو ميديال في السول اوف ذا فوت، هنا الطبيعي يحصل هذا المنظر، يحصل فليكشن اوف اول ذا توز، الرجل تتني لتحت، ده نورمال، نورمال فليكسر ريسبونس. الشخص اللي عنده ابر موتور نيورون لما يجي تعمل سكراتش كده بدل ما رجل تتني تحت لا صابع تترفع لفوق، يحصل ايه؟ يحصل زي ما احنا شايفين دورسي فليكشن اوف ذا بيك تو، البيك تو ده يترفع لفوق، وفانينج اوف اذر توز، الصابع تبعد عن بعض. هذا الشكل بسميه بوزيتيف بابينيسكي ساين. لما يحصل هذا المنظر بقول الشخص ده عنده بوزيتيف بابينيسكي ساين، بوزيتيف بابينيسكي ساين. وهذا الامر يحدث في الابر موتور نيورون ليجن. يبقى في الابر موتور نيورون ليجن الاكستنسور ريسبونس يعني بوزيتيف بابينيسكي ساين، سكراتشينج ذا لاترال سايد اوف ذا فوت، لما عمل سكراتشينج لللاترال سايد اوف ذا سول اوف ذا فوت بيحصل دورسي فليكشن اوف ذا بيك تو اند فانينج اوف ذا اوتر تو اذر توز، بينما الطبيعي ان لو الاحوال طبيعيه يحصل فليكشن في التوز. طب وفي اللور موتور نيرون احنا قلنا ريفلكسز هنا لوس، يبقى هذا تقعد تعمل سكتشنج من هنا لبكره كده في سول اوف ذا فوت ولا هتعمل لا كده ولا كده، الريفلكس او الريسبونس از لوست. طيب اخبار الاتروفي ايه؟ الضمور بتاع العضلات اخباره ايه؟ في الابر موتور ريجن احنا قلنا هنا بنفقد الفولونتري موفمنت ولكن لا نفقد الايموشن ريفلكس، فالعضلات لسه بتعمل كونتراكشن بالايموشنال والريفلكس، فما بيحصلش ضمور لان هي لسه بتشتغل بالريفلكس والايموشنال، فما بيحصلش ضمور. في اللور موتور نيورون احنا قلنا بارالسيس للمصل، لا بتعمل لا فولونتري ولا ريفلكس ولا ايموشنال، فيحصل ديسيوس اتروفي. ديسيوس اتروفي اللي هو الضمور الناتج عن عدم الاستخدام. يبقى مفيش اتروفي في الابر موتور نيورون ليجن، تلاقي العضلات واخده شكلها الطبيعي، لكن لو شخص بيشنت عنده لور موتور نيورون ليجن تلاقي عضلات الطرف اللي فيها باراليسيس حصل لها ضمور. طب لو الكتريك ستيمولاي، لو جيت عملت كده شحنه كهرباء بتعمل ستيميليشن بالالكتريك شوك كده لمجموعه من العضلات، طبعا لو upper motor lesion الريفلكس شغال فبيدي normal response، ولكن لو lower motor lesion بيدي reaction of degeneration، كأن العضلة دي باظت خلاص نتيجة ان الريفلكس فقد، فلو عملت electric stimulation هديني reaction of degeneration. These are the most important differences between upper and lower motor neuron lesions. ملاحظة واحدة وحيدة مهمة، احنا قلنا هنا ايه؟ قلنا في الابر موتور نيورون ليجن بيحصل سباستيس يعني تخشيبة في العضلات، ولكن الحقيقة لقينا في نوع من انواع الابر موتور نيورون ليجن بيبقى ابر موتور نيورون ليجن ولكن معهوش سباستيسي، بيبقى مع العضلات فلاسد. ليه؟ احنا قلنا هنا ان سبب السباستيسي ان بيبوظ مع البيرامدال تراكت الانهيبيتوري فايبرز اللي بتعمل سابريشن للريفلكس ار، لكن لقينا ايه؟ لما بيحصل الليجن البيرامدال تراكت اثناء مرورها في الميدالري بيراميد، هنا
البيرامدال تراكت ماشيه في البيراميد، لكن الانهبيتري فايبرز بعيد عنها خارج البيراميد. فلو حصل ليجنال بيرامدال تراكت وهي ماشيه في هذه المنطقه عند بيراميد اوف ذا مدله، هي بتتاثر لكن فيبقى لو حصل الليجن للبيرامدال تراكت اثناء مرورها في البيراميد اوف ذا مدله هنفقد البيرامدال تراكت، لكن الانهبيتري فايبرز اللي ماشيه معاها بتبقى ماشيه في منطقه بعيده عن البيراميد فما بتتاثرش. ففي الحاله دي هيحصل ابر موتور نيورون ليجن عادي، ولكن ده الابر موتور نيورون ليجن الوحيد اللي بيبقى فلاسيد. يبقى امتى ممكن يحصل ابر موتور نيورون ليجن فلاسيد؟ سيلكتيف ليجن، يعني ليجن محدد جدا لما بيحصل للميدلري بيراميد. ليه؟ لان في هذه الحاله السبريسور فايبرز اللي جايه من اريا 4S ران اواي فروم ذا بيراميد، ماشيه خارج البيراميد، so these fibers escape from injury، ما بتتاثرش بالانجري، فبيحصل upper motor lesion بس الانهبيتري فايبرز لسه نازله سليمه، فهي مستمريه في الانهبيشن، فبالتالي بيحصل فلاسيد باراليسيس وما بيحصلش الـ spastic paralysis اللي قلنا عليه.